الرحيم أقرا كلمة العين الرحيم أقرا. أريد أن تصرف هذه المادة إلى باب التفعيل. نعم. المادة إلى باب التفعيل. نعم. كيف نصرف المادة إلى باب التفعيل؟ فرق ماضي ومن مضارع منه؟ يا صديق. مادة العين الميم الله. التصريف إلى مادة التفعيل. يا صديق. يا صديق. بالصوت الجهرية مظهرا صوتك. تعمير. ليس مصدر. الماضي والمضارع والمصدر. يا صديق. عمر يعمر تعميرا. عمر يعمر تعميرا. وإلى باب الإفعال نفس المادة إلى باب الإفعال. يا صديق. يا صديق. يا صديق. نفس المادة إلى باب الإفعال. يا صديق. يا صديق. محمد إلى باب الإفعال. الماضي والمضارع لما نسيته؟ يا صديق. يا صديق. الماضي المضارع. يا صديق. عمر يا صديق. يا صديق. عمر. نعم صحيح بالمضارع أعمر ماضي بالمضارع يعمر لا يعمر ليس يعمر مثلا أفعل يفعل أكرم يكرم نعم أعمر يعمر والمصدر والمصدر منه أعمر يعمر أفعل يفعل والمصدر ها؟ الإعمار الإعمار وإلى بغير لام التعريف الإعمار مع اللام التعريف أعمل يعمل إعمار وإذا أريد أن أصرف المادة إلى باب إلى أبواب الثلاثي المجرد فمثلا أقول لكم نفس المادة من باب نصر ينسو من باب نصر ينسو كلمة العين في الماضي مفتوحة وفي المضارع مضمومة كلمة العين في الماضي مفتوحة وفي المضارع مضمومة كيف نصرف هذه المادة؟ يا صديق يا صديق يا صديق أنتم على كلام يا صديق يا صديق يا صديق يا صديق يا صديق أعمر يعمر لماذا يا صديق يا صديق يا صديق يا صديق ما الاسم الفاعل منه؟ يا صديق يا صديق يا صديق عامر عامر ما الاسم المفعول منه؟ يا صديق يا صديق معمور معمور الاسم المفعول منه؟ معمور مثلا مادة السين والهمزة واللام مادة السين والهمزة واللام مادة العين في الماضي مفتوحة كلمة العين في الماضي مفتوحة وكذلك في المضارع كلمة العين مفتوحة يا صديق العين في الماضي مفتوحة يا صديق يا صديق يا صديق يا صديق يا صديق يا صديق أزيد حمزة سؤال يسأل المصدر منه السؤال السؤال أن برد هذا اللفظ في القرآن الكريم هل ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم؟ سأل سائل ما معنى سأل سائل؟ سأل سائل نے سوال کیا پوچھنے والے نے پوچھا عذاب سے بعذاب عذاب کے بارے میں بعذاب باطن یا صدیق یا صدیق یا صدیق یا صدیق یا صدیق مسؤول كما ورد فضلا في القرآن الكريم كلكم راع وكلكم مسؤول